سمعت خبر بالإعلام أنه الرئيس بري صار في اتفاق ناجز. باعتقادي ما في اتفاق ناجز. بالتأكيد في أساس سياسي للاتفاق وفي مداولات أولية مشجعة للاتفاق، ولكن يبقى الجانب الإسرائيلي. والموفد الأمريكاني عم يطرح صياغات خلاقة ومرنة، يعني مثلا تبادل الأراضي أو تأجير الأراضي أو ولكن no. عملية هذا اللي سمعناه. هلا بيضل في الجانب الإسرائيلي وهذه مفاوضات، ما حدا في يتيقن بمسارها المستقبلي. التنفيذ الانتقائي ل 1701 من جانب إسرائيل كمان هو مسألة واضحة، ولازم نحن يكون من كدولة لبنانية، وهذا موضوع ما له علاقة بحزب الله، هذا موضوع له علاقة بحقنا نحن كلبنانيين، كشعب لبناني، كل الشعب اللبناني من أقصى شماله لأقصى جنوبه. لما لبنان بده يقعد على الطاولة بده يقعد ويناقش بحقوقه الأساسية اللي ما في. هلا مسألة مزارع شبعة بعرف إنه خارج النقاش، لأنه حتى اللحظة مزارع شبعة وفق القانون الدولي هي تعتبر غير لبنانية، لأنه الجانب السوري رافض يقدم وثيقة يعترف بلبنانيتها. ف مش بسهولة الافتراض انه نحن عنا اتفاق ناجز. في مؤشرات ايجابيه من الجانب الامريكاني، ولكن بعدنا نشوف لما بصير النقاش مع الاسرائيليين. مع الاسرائيليين. طب بس قديش انتم بتوافقوا على فكره اللي قال الرئيس بري لهوكستين انه خليهم هن يتراجعوا كمان، يعني خلي حزب الله يتراجع؟ هي اللي عم يطرحوا الجملات، هي اللي عم يطرحوا الجملات انه انا ليش عفوا بس منطقه خاليه من السلاح من الجهتين. حطي حزب الله عجم. ايه بس منشان ما ينفهم انه انا هلا عم بنحاز لحزب، حطي حزب الله عجم. بس ما انت هذا الجيش اللبناني. برجع بس ما في جيش لبناني بيكون، يعني هن اللي عم بيقولوه. بس عفوا لحتى اقول لك انه انت كلبناني عم تقول لحزب الله يرجع مثلا 10 كيلومتر. ما فيك تطلبي من مواطن جنوبي في المنقاريتك. لا لا للسلاح، عم نحكي عن منظومة السلاح مش عن مواطن جنوبي، عم تحكي عن المنظومة السلاحية تبع حزب الله. 1701 انه يرجع لورا بس نشور جيش لبناني. بيقول انه بيكون في جيش اللبناني موجود، بس ما بيقول ما بيكون في اي بنية تحتية عسكرية للحزب. هلا في محل بيقول الا بموافقة الدولة اللبنانية، لانه في نص في محلين مختلفين. اوكي الجيش اللبناني بيكون موجود. طيب بالجهة المقبلة عم بيقولوا الطرف الاخر انه انت كيف بدك تقول للجيش الاسرائيلي ينسحب؟ ما في جيش لبناني، يعني عم بيقولوا هاي مسألة بمعنى انه حزب الله ليس جيش نظامي، بينما هناك يعني هلا هو بعتقد كمان من ضمن الافكار كرمال هيك عم يرفض المنطقه العازله. من ضمن الافكار الخلاقه اللي عم يطرحها الموفد الامريكاني ما عم بيطرح هو منطقه عازله، وما عم بيطرح انسحاب، هو عم بيطرح يعني ما بدهم يشوفوا شيء بالنظر. هي نقاش ضمن ليش هن عم بيشوفوا؟ ما هو بالاساس ما عم نشوف نحن. ايه لا بس انه هن بيعتقدوا انه ما بدهم يشوفوا مجموعات عسكريه ظاهره، وبالنهاية هذا أمر كثير صعب التحكم فيه. بالنهاية هاو مواطنين لبنانيين، هاو أولاد الجنوب، يعني فيك تقولي لابنك فركلة إنك فل من بيتك، أو إذا كانك قاعد ببيتك أنت لابنك فركلة بدك تشترضي عليه. أكيد وجود الجيش اللبناني مسألة حاسمة. بس قصدي حتى قبل هذه الحرب يا أستاذ وائل لو سمحت، ما كنا نشوف مجموعات مسلحة بالجنوب، يعني بتمشي على الطريق بتلاقي مجموعات صحيح. مسلحة ما كنا نشوف. لا ما في ظهور مسلح، ما في ظهور مسلح. برجع بقول لك الواضح بالخلاصات. الإسرائيلي يتصير حربا إقليمية. هلا بيقدر يعملها ما بيقدر يعملها، في عنده تأييد له من داخل الإسرائيلي يعني سياسيا أو أمنيا، لأنه يحكى كثير عن أنه الأجهزة الأمنية الأساسية الموساد الشباك شين بيت ما بدهم حرب. الجيش عم يبلغ نتنياهو أنه أنا قبل 3 سنين ماني مستعد أني أعمل حرب تاني. إضافة للنقاش السياسي واضح أنه نتنياهو تحديدا يتصيد حربا إقليمية، لأنه هذا الضمان الوحيد لاستمرار. واضح من جهة تانية أنه كمان حزب الله يريد دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، بس كمان عم يحاذر الذهاب إلى مكان أنه حرب مفتوحة. هذا لا يلغي المخاطر، وهذا لا يلغي ضرورة التنبيه بأنه ننتبه نحن بكيفية التعاطي وفتح النافذة الدبلوماسية للتفاوض حول 1701. برجع بقول لمصلحة لبنان مش لمصلحة إسرائيل مسألة أساسية ومهمة. طيب آخر مرة أجا هوكستين حمل معه تهديد إسرائيلي، أو أنه قال أنه أنا ما بقى عندي ضماني كأمريكاني أنه إسرائيل ما بدها تعمل حرب على لبنان، أنه كنت أملك هذه الضمانة ولم أعد أملكها؟ نحن ما شفنا رم إجا آخر مرة. إيه بس بالتالي اللي شفتوا زرتوا الرئيس بري وشفتوه؟ إيه لا اللي سمعناه بالتأكيد أنه ذاق يعني قدرة تأثير الإدارة الأمريكية، لأنه من لمن إجا أول مرة لتاني مرة
تطورت كثير سلبا العلاقه بين نتنياهو وبين بايدن. وحسب ما المؤشرات بتقول واضح انه نتنياهو اخذ خيار بدعم ترامب وبدا عمليه تمويل لحمله ترامب، وبالتالي المصير السياسي لبايدن صار على طرف النقيض مع المصير الدبلوماسي السياسي لنتنياهو. بالتالي قدره تاثير الاداره الامريكيه الحاليه تراجعت. لا يلغي بانه اكيد ما بتقدر تعمل حرب اسرائيل واسعه بدون دعم الولايات المتحده الامريكيه. وبعتقد عبر عن شيء بيشبه هذا الامر هوكشتاين، ولكن لم ينعي الاتصالات الدبلوماسيه وامكانيه تحقيق خرق الاتصالات الدبلوماسيه. بس قال انه صار هيك ضيق. لم اجى حاول يعمل كان واقعي بانه عرف انه ما في وقف اطلاق نار بغزة، فما في وقف اطلاق نار بلبنان. اللي سمعناه واللي بعتقد هو الحقيقه بانه هو نقل اقتراحات من لبنان لفلسطين للجانب الاسرائيلي. اقتراحات بتخفيض المواجهات، يعني دي اسكاليشن. بما يتعلق بسلاح المسيرات، بما يتعلق باستهداف المدنيين. واقتراحات لبنانية كانت تهدف إلى فعليا تخفيض التوتر، ولكن ذهب ولم يعد. يعني رفضوا الإسرائيليين. صحيح.